عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طحانوب بشبين القناطر بالقليوبية بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية والأحزاب والمواطنين. وخلال الجلسة تم التأكيد على اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني للاستماع لكافة المقترحات والأفكار والتي من شأنها إثراء الحوار الوطني. كما شهدت الجلسة الاستماع لحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري، خاصة الاقتصادية والاجتماعية. الحوار بيشمل اكتر من محور، محور سياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي. عندنا زي ما انت شايف مجموعه من القوى الوطنيه، مجموعه من ممثلين الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني، وكمان من المواطنين العاديين عشان يطرحوا افكارهم ومشاركتهم. بكل بساطه الحوار الوطني هو ان السيد رئيس الجمهوريه بيقول للمواطن انا عايز اسمعك، عايز اسمع ارائك، عايز اسمع المشاكل اللي انت عايز تتكلم فيها. وده اولى الحوارات الوطنيه في طحانوب، وطبعا الحوار الوطني عشان نعرض على الناس الاعمال اللي تمت في السنين السابقه بالنسبه للدوله، ونوجههم بالنسبه للاحداث اللي بتدور في البلد، ونعرض عليهم بقى الخدمات والمشاريع اللي اتعملت من قبل رئاسه الجمهوريه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبنسمع دايما كلام الناس وارائها ونناقشهم في المواضيع ديت، وبنعمل زي توعيه أو توعية ثقافية بالنسبة للناس عن الحوار الوطني الموجود في البلد، يعني الأحداث اللي دايرة في جمهورية مصر العربية.